السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي وضع الحجر الأساس لمشروع أكبر مول في الشرق الجزائري بمدينة العنابة، وبالضبط في بلدية بونا. إذن وفي الحقيقة المشروع هذا قد بدأ منذ مدة، راه ما زال قيد الإنشاء، واللي زاروا والي ولاية عنابة إن شاء الله يكون فيه يعني مقومات نتاع المول، مش غير مركز تجاري، لازم يكون فيه يعني خدمات أخرى كما مكان للألعاب الأطفال، فيه يعني إضافات كثيرة باش يصبح مول حقيقي. وللعلم أنه فيه مول آخر قد تم انطلاقة الأشغال فيه، وهو أكبر بكثير من هذا، واللي مسمى مول عنابة، واللي يعد واحد من أكبر المولات في إفريقيا، واللي سوف يكون بصدد فيديو آخر سوف ننجزه في الأيام القليلة القادمة. إذن أترككم مع هذا المول بونا، مول اللي يقع في بلدية بونا بإذن ولاية عنابة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.